امال اللي فات اللي فات دلوقتي الاكل العيال العيال هيموتوا من الجوع. العيال جعانين كلنا جعانين بس احنا الكبار عاملين نضرب على الاكل. بس العيال الصغيرين دول ذنبهم ايه؟ الصغيرين دول ذنبهم ايه؟ يقعدوا كده من غير اكل من الصبح. من الصبح ده مش من الصبح بس خلينا من الصبح عشان من ساعة ما جينا هنا. ده الوضع بالنسبة لمطار كوريا. حتى محدش سأل فينا بزازة مية. العيال راحوا جابوا بسكوتات بس للأسف البسكوتات والحاجات دي مش نافع معاهم واحنا خلصنا فلوس. ايه الحل؟ انا مش عارفة دلوقتي يعني مش عارفة ايه اللي بيحصل ده. مش عارفة يعني حتى طب يسألوا يجيبوا أكل للعيال يجيبوا وجبات للعيال. للأسف ما فيش الكلام ده هنا. مش عارف بس ده ايه؟ ايه من عارف ناس كتبان ايه؟ مش عارف مفيش مفوضية. انا طلبت يا رولا هطلب من مين؟ ما انا طلبت يعني احنا بس الموضوع ان احنا نروح نطلب نقول لهم ان احنا عايزين اكل دي صعبة يعني. هنروح نقول لهم هاتولنا ناكل يعني دي صعبة يعني حتى لو هنطلب للاطفال برضو صعبة ان احنا نروح نقول لهم كده يعني مش هنعرف احنا نعمل ده. لكن هما المفروض يعني المفروض ان احنا ان هما ما يستنوش. عارفين الناس قاعدين والدنيا بايظة وفي اطفال معاهم فالمفروض ان هي المفروض ان هي مت ما يستنوش يعني لما احنا نطلب ده. امسكيها كده يا كابتن امسكيها كده اهو. شوف العيال دي طفلة 8 سنين ما فيش حد يا رولا هنا ممكن اطلب منه يعني هما بيراقبونا من بعيد لبعيد وبنشوفهم لان لف طبعا. هتقولي لي ازاي بتعرفيهم؟ لان نفس الاشكال اللي كانوا واقفين وكانوا محوطيننا وسحلونا اتنين كده نشوفهم يبصوا علينا شويه ويكتبوا وبعد كده اللي يمشوا. فده الوضع. لكن محدش دلوقتي بيحتك بينا خالص. دلوقتي العيال نايمين على الارض قاعدين على الارض والعيال متبهدلين. ده طفل متبهدل اهو. وايش دعوه هي الطفل؟ مش عارفه احنا هنوصل على فين. مش عارفه احنا الوضع ده هنقعد فيه لغايه امتى. هل يا ترى الوضع ده هيستمر ولا ايه النظام؟ مش عارفين. انا يا رولا ما اقدرش يعني انا ما اقدرش اروح لحد واقول له عايز اكل ولا هات لي اكل. انت عارفه بقى يعني احنا ما نقدرش نعمل ده. موضوع ان انا اروح اطلب من حد اكل دي صعبه يعني فاهمه. ده غير ان مفيش حد هنا يعني انا هدور على اي حد لابس لبس واروح اقول له لو سمحت عايز اكل ازاي؟ طيب احنا دينا قاعدين يا محمد احنا ما قدمناش حل تاني لان احنا خلاص احنا كده لو طلعنا بره هنبات في الشارع. على الاقل في المطار في سقف ومدارين اهو. لكن بره احنا خلاص احنا بيوتنا مفيش. ما عندناش بيوت ما عندناش امكانيات ان احنا نروح ناخد اماكن والدنيا دي كلها اللي كل الدنيا خرب خلاص مفيش حل تاني. احنا ما عندناش حل تاني. موضوع ان احنا نكتب طلباتنا بوضوح. طلباتنا معروفة احنا مش طالبين كتير يعني. احنا اولا في تذاكر ضاعت علينا وفي فلوس واتبهدلنا واتسحلنا
كل دواتي ليه، كل ده لازم يعني لازم يكون لي رد. امشي كده قدامه بالراحه، مش مستخدم سبح عشان الناس تشوف الكلام بتاعك في الراحه. طب خلاص ثانيا نطلع من هنا على بلد تكون تحترم الانسان، بلد بتؤمن بحقوق الانسان، بلد فعلا بتتعامل مع الانسان على انه انسان، انسان ليه حقوقه مهما كان هو مين. وهم العيال كتبوا على اعديل الورقه، كان كتبوا على ورقه محمد اهي. ده موضوع ان هم يركبونا بدلها دي يا رولا، مش يعني هم عايزين يركبونا على مزاجهم، يعني عايزين يرحلونا، يعني مثلا نمشي على ترانزيت الامارات او ترانزيت اسمها ايه ماليزيا، عرفتي؟ هالعيال فعلا رفعوا اهو، حتى يعني حاطينها على المطار، يعني حاطينها على الكونتر الورق، حاطينها عشان عادله وشها على الكونتر وعشان اي حد يشوفها، بس محدش يعني هما يظهر. قالوا ان احسن حاجه ان احنا نطنشهم لغايه ما يزهقوا ويمشوا يعني. بس فتقريبا ده اللي وصلوا، يعني ده الحل اللي وصلوا له، يعني بس ان هما يطنشونا لحد ما نزهق ونمشي، يعني او الوضع نتعب ونمشي. بس هم ما يعرفوش احنا هنمشي هنروح فين. طيب هنروح فين؟ ما هو احنا ما عندناش مكان يا رولا نروح فين. احنا ما قاعدين صبرين، دينا قاعدين، احنا ما عندناش. هما بيقولوا لنا نروحوا، يا تروحوا ماليزيا تمشوا على ترانزيت ماليزيا، يا اما تمشوا ده انا بقول لهم لما هما بيطرحوا بيقولوا لي طب عايزين تطلعوا فين. طبعا احنا عارفين ان هما كل الموضوع فين دي مش عشان يعني اول ما نقول البلد اللي احنا عايزينها فعلى طول يرحلونا فيها او يمشونا فيها، لا هما بيقولوا كده عشان يشوفوا يعني ردنا احنا. وفي الاخر قلت لهم طب يعني خلاص انتوا عايزين تودونا فعلا مكان، ماشي ودونا مثلا امريكا، ودونا كندا، ودونا هولندا، ودونا السويد، البلاد اللي بتؤمن بالانسان وبتدي والانسان عندها له قيمه يعني. بس قالوا لنا لا، فدوروا الضحك يعني، فاللي يعني انتوا بتحلموا يعني، انتوا بتطلبوا حلم يعني. بس فراح رد بعديها قال خلاص احنا نوديكوا ماليزيا، على اساس ان هي ماليزيا يعني من سيء لأسوأ لأسوأ يعني. بس ما ينفعش ناخد فيزا ايه؟ طيب ما هو مفيش فيز يعني، ما هو مش بيدوا فيز للمصريين فاهم. وغير كده اللي احنا عملناه النهارده ده قانوني، ده قانوني من حقي، انا ما عملتش حاجه، انا ما اخترقتش القانون او كسرت قوانين، او انا ده حقي، ما حدش يقدر يمنعني ان انا اسافر. انا مسافره على طيران المانيا، مسافره القاهره على طيران المانيا، الترانزيت بتاعي 3 ساعات، مش مطلوب مني فيزا، وحتى لو اكتر من 3 ساعات فرانكفورت مش بتطلب فيزا. فالموضوع يعني الموضوع في تعمد باين كمان يعني. وبعدين يقول انتوا من رابع المستحيلات ان انتوا تطلعوا المانيا. ليه من رابع المستحيلات ان احنا نطلع المانيا؟ مش عارفه يعني هو ايه، متوسع علينا يعني بالاسم ولا ايه بالظبط، ولا ايه النظام؟ بعدين يقول لنا الايميجريشن بتاع المانيا هو اللي قال كذا. هل يا ترى ده حقيقي ان الاميجريشن هو اللي متواصل وقال لهم ما تطلعوش حد؟ طبعا اكيد يعني مش هيكون بالاسم يعني، بس هو الترانزيت قال كده يعني، مش عارفين يعني.